هنعمل النهاردة توزيعات للسنة الجديدة. طريقتها سهلة قوي وشكلها جميل، وكمان مش هتاخد وقت خالص، وهزينها بثلاث أشكال مختلفة كلهم أحلى من بعض. مشروع حلو ومربح وبأقل التكاليف. نزلت لكم الفيديو بدري علشان تلحقوا تعملوا كميات وتشتغلوا. أول حاجة هحتاج ورقة مقاسها 17 × 17، ده ورق كانسون موجود في أي مكتبة. حددت 1 سنتي في الجزء ده كده، وبعدين استخدمت المبرد والمسطرة وشديت خط علشان أقدر أتني الجزء ده بسهولة. تنيت بقى 1 سنتي اللي أنا حددته ده، وبعدين تنيت الورقة كلها على بعض. بعد كده هستخدم الاسطوانة، ممكن تستخدموا اي طبق او اي حاجة مدورة عندكو. حطيت الاسطوانة في الاول كده، وخليت الدوران بتاع الاسطوانة ماشي مع الحرف بتاع الورقة، يعني ما يبقاش داخل لجوه ولا طالع لبرة اكتر من الورقة. وبعدين رسمت خط حوالين الدايرة كده، وعملت نفس الموضوع في الورقة من تحت. وبعدين هقص الزيادة بتاعة الورق اللي حوالين الدوران اللي انا رسمته، وطبعا هعمل نفس الخطوة دي في الناحيتين. فتحت بقى الورقة بتاعتي وطلع شكلها كده. طبعا ده 1 سنتي اللي كنا تانيينه في الاول خالص. قصيت الاطراف كده بالشكل ده، بعدين جبت الاسطوانة تاني، والمرة دي هحطها بشكل مختلف. هخلي الدوران داخل جوه الورقة مش لبرة، وهركز على اني ادخل الاسطوانة لجوه كده لحد ما يبقى الدوران بتاعها ملامس مع الورقة من الطرف ده والطرف ده. بعدين هعمل خط بالمبرد او باي حاجة حادة شوية، وزي ما قلتلكم قبل كده انا بستخدم المبرد علشان الجزء اللي انا بحدده بالمبرد ده بيبقى سهل عليا اتنيه، وبتطلع التانية متحددة ومظبوطة قوي. عملت بقى الخطوة دي في الـ4 اطراف بتاعت الورقة. واخر خطوة بقى اختيارية ممكن ما تعملوهاش، هنجيب عملة معدن او اي دايرة صغيرة وهنحطها على طرف الورقة كده، ويبقى نصها لجوه ونصها لبره. انا بحطها على الورقة اللي من بره بس، اللي هي ما فيهاش الـ1 سنتي، يعني هعمل كده في الجزء ده بس. وبعدين رسمت بقى بالقلم الرصاص نص دايرة كده، وعملت كده كمان في الطرف التاني. هقص بقى الجزء اللي انا رسمته ده. الخطوة اللي انا بعملها دلوقتي دي مش ضرورية، هي بس هتخلي اللي هيفتح التوزيع يفتحها بسهولة، يعني ممكن ما تعملوهاش عادي. بعدين هبدأ بالراحة كده اتني من عند الاجزاء اللي انا كنت محدداها بالمبرد حوالين الاسطوانة، وشايفين بقى بتتني معايا بسهولة ومظبوطة ازاي. وده حصل بسبب الخطوة اللي احنا عملناها بالمبرد. وعلى فكرة مش لازم المبرد، ممكن تستخدمه سن المقص او اي حاجة حادة شوية، بس خلوا بالكوا علشان الورق ما يتقطعش. كده انا تنيتها كلها. هحط بقى على الـ1 سنتي ده غيرة او صمغ او حتى شمع او دبل فيس، المتوفر عندكم استخدموه. وبعدين هتني الورقة كده وهلزقها في بعض، وكده التوزيع خلصت. هقفلها عادي خالص بقى، هدخل الجنب اللي فيه فتحة الاول لجوه، وبعدين هقفل عليه الجنب التاني. ممكن بقى نحط نقطة من الغيرة او الشمع كده، الشمع اسرع بصراحة، نقطة بسيطة كده علشان نقفل بس التوزيعة بتاعتنا. ممكن كمان تستخدموا الدبل فيس. ومن الناحية التانية بقى هنحط البونبوني او اي حاجة تحبوها، وهنقفلها بنفس الطريقة. وبس كده قلتلكم ان التوزيعة سهلة وبسيطة. دلوقتي بقى فاضل نزينها. جبت ورق اسود عرضه 1 سنتي، وحطيت عليه غيرة كده او ممكن تستخدمه الدبل فيس، ولزقته كده حوالين التوزيعة من تحت شوية، عملته زي الحزام. وده فوم ذهبي، قصيت مستطيل كده كبير وقصيت مستطيل تاني صغير جواه، وهنحطه كده على الحزام. ممكن تستخدمه في الخطوة دي اي ورق عادي لو مش عاوزين تستخدموا الفوم. وعملت كمان دوائر صغيرة باللون الابيض كده، وحطيتهم زي زراير. وده كده شكلها النهائي، شكلها طالع تحفة، وكمان التزيين بتاعها ما اخدش اي وقت. عملت واحدة كمان بلون مختلف، استخدمت الحاجات دي انا مش عارفة اسمها ايه بالظبط، بس هي موجودة في المكتبات الكبيرة. في منها الوان كتير قوي حلوة، وفي منها بيلمع وفي منها ما بيلمعش. اخدت منهم واحدة كده باللون الاحمر، ممكن تستخدمه كمان الجولد هيبقى مناسب. ولفتها كده على التوزيع بالشكل ده، وثبتها من الاطراف بس بنقطة من الشمع كده. ممكن تسيبوها كده او كمان تعملوا الخطوة الجاية دي. استخدمت البابلز الملونة دي اللي بنحطها مع الهدايا، ووزعتها على التوزيع كده، وطلع شكلها رقيق قوي وتحفة. بصوا بقى الرقة والبساطة، يعني مش هتاخد منكم اي وقت وتطلع شكلها تحفة كده.
عملت واحدة كمان بورق الكريستال الذهبي. أنا بجيب الورق ده من العتبة وكمان موجود في المكتبات الكبيرة. جبت 2 بقى من الأسلاك الملونة دي، هي على فكرة من جوه بتبقى أسلاك وملزوق عليها حاجة. مسكتهم مع بعض كده ولفتهم على بعض، وطبعا مسكوا في بعض كويس علشان زي ما قلتلكم هما من جوه أسلاك. بعدين تنيت الجزء اللي من فوق ده علشان أعمل شكل العكاز. بعدين قصيت الزيادة وجبت شريط ساتان رفيع باللون الأحمر، وممكن تستخدموا شريط حلواني أو حتى تستخدموا أي خيط عندكم شكله حلو، ولفيته على التوزيعة بالشكل ده كده. التوزيعة كانت بتتطبق شوية معايا لأن الورق اللي مستخدماه ده ورق خفيف عن الورق الكانسون. الكريستال ده فيه منه خفيف وفيه منه تقيل، أنا كان معايا النوع الخفيف، فعلشان كده قلتلكم في أول الفيديو تستخدموا الورق الكانسون، هيبقى مناسب أكتر من أي نوع ورق تاني. المهم بعد ما لفيت التوزيعة كده وربطتها، هحط العكاز هنا وبعدين هربط عليه الستانة، وعملت فيونكة الشياكة دي. والله بجد التوزيعات كلها احلى من بعض وكلهم سهلين، وحتى التزيين بتاعهم سهل جدا وكمان مختلف، مفيش فيهم واحدة شبه التانية. هستنى رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تقولولي حبيتوا انهي شكل اكتر، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملولي لايك وشير، ولو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملولي سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب.